أهلا بكم من جديد. عقدت الجمعية التأسيسية لشركة المدفوعات الخليجية والمكونة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مؤخرا، وبعد الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية التأسيسية تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمشكل من عضوين من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. ووافق المساهمون في الشركة في بداية الاجتماع على اختيار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج رئيسا للدورة الأولى لمجلس الإدارة. وضع المنتدى الاقتصادي والعالمي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين إطار عمل جديد يعنى بنقل البيانات بين الدول، ويهدف إلى تمكين الاقتصاد العالمي من تعزيز التعاون المبني على التكنولوجيا القائمة على البيانات. كما يساعد إطار العمل البلدان على الاستعداد للمنافسة في الثورة الصناعية الرابعة في وقت تشكل فيه القيود المفروضة على نقل البيانات معوقا لتطور الاقتصاد الرقمي العالمي. مشاهدين، مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع تحدث عنها سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في اتصال هاتفي سابق في نشرة الأخبار. لا شك طبعا أن المعلومات والبيانات قد زادت أهميتها كثيرا في الوقت الحالي، حتى أصبحت تعتبر بمثابة النفط والوقود الجديد كما يسميه البعض. وتعتمد الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين بصورة استثنائية على الوصول إلى البيانات الضخمة ومعالجتها، ولا يمكن في كثير من الأحيان الحصول ذلك دون استخدام الحوسبة السحابية وإمكانياتها الضخمة من قدرة على معالجة البيانات وبناء بنية تقنية طبعا ضخمة في وقت قصير، أو إلغاء هذه البنية التقنية بعد الاستخدام، ما يترتب على ذلك من تقليل كبير جدا في التكلفة، وهو مطلب أساسي مثل ما نعرف للحكومات والشركات خاصة في الوقت الراهن. طبعا معوقات انتقال البيانات بين الدول لها آثار اقتصادية سلبية كبيرة جدا على سلاسل الإمداد. كل الأنظمة اليوم العالمية تحتاج ذلك لسرعة تزويد ونقل البضائع أو للحجوزات أو لفتح فروع لها، وتساهم طبعا عملية تسهيل انتقال هذه البيانات على جذب الاستثمارات لأي دولة، وتساعد على تأسيس الشركات القائمة على الاقتصاد الرقمي وازدهارها، وأيضا تساهم الحد من الجريمة الخاصة الإلكترونية منها. عقدت غرفة البحرين اجتماع المجموعة التنسيقية عن بعد في إطار حرصها على معالجة مختلف العوائق التي تواجه التجار، حيث تم استعراض أبرز نتائج استبيانها حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على قطاعات الأعمال. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين.
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1282 نقطة بارتفاع بنسبة 11%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,706,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 61,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 85 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت على تباين بين صعود ونزول، وكانت أبرز المتقدمين سوق مسقط للأوراق المالية التي أغفلت على ارتفاع بنسبة 0.04%. برعاية كريمة من معالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تعتزم مجموعة الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وبالشراكة مع مجموعة جي إي سي الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إقامة أول مؤتمر افتراضي حول الذكاء الاصطناعي ومجالات الاستفادة من تقنياتها في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا، حيث يعقد المؤتمر بشكل أسبوعي على مدى 3 أسابيع. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل الدكتور جاسم حجي. مساء الخير دكتور جاسم. مساء النور أختي. بداية دكتور جاسم، حدثنا عن مدى أهمية هذا المؤتمر للشركات والمؤسسات وأيضا للأفراد، خصوصا في وقت تواجه في هذه الجهات تحديات بسبب فيروس كورونا. طبعا المؤتمر اللي قام مثل ما تفضلت على مدى 3 أسابيع سوف يناقش ويتحدث عن تأثير جائحة كورونا وبعد فترة الأزمة. ذلك عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتغيرات الحتمية في عالم الأعمال. نحن سنرى فترة ما بعد أزمة كورونا تسارع في الوتيرة الرقمية في الأعمال. صحيح. عبر العمل عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة ومنهم الذكاء الاصطناعي. والانخراط بالعالم الرقمي والتفاعل معه لم يعد خيارا اليوم لنا. أصبح من الضرورة إعادة النظر في خطوط الحمر السابقين والتحول ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية وتوظيف المهارات الجديدة من أجل الحصول على فرص أفضل للتنافس في ظل الوضع الجديد. نعم. وسنرى بأن المؤسسات التي تطبق هذه التقنيات في ظل التحول الرقمي ستكون أكثر استفادة ونجاحا وقبولا، على عكس تلك التي خلف عن ذلك أو لم تبدأ لحد الآن بتقديم حلول تقنية في المستقبل. طبعا يشارك في المؤتمرات عديد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أكثر من 1500 مشارك عبر الإنترنت من دول الخليج بالأخص من مملكة البحرين ودولة الإمارات. نعم. وأكثر من 10 متحدثين ومتحدثات أكاديميين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من مملكة البحرين. جميل. دكتور جاسم، كيف يلعب دور الذكاء الاصطناعي في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحداث والظروف والتخطيط لها مسبقا أيضا؟ نعم، طبعا تتمثل أحد نقاط القوة الأساسية للذكاء الاصطناعي لما ذكرتيه، الطريقة التي يزيد بها قدرتنا على التنبؤ بالأحداث والظروف. نعم. ذلك عن طريق تحليل البيانات الضخمة وعن طريق خوارزميات معقدة ودقيقة واكتشاف النمط، ومن ثم قدرة على التنبؤ بالأحداث وتقديم اقتراحات التعامل في المرحلات القادمة. فهو يسمح للمسؤولين استخدام الذكاء الاصطناعي عن تنبؤ بكيفية انتشار الفيروس وفقا للظروف البيئية. نعم. وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية وطريقة الانتقال، وأيضا تحديد وإيجاد القواسم المشتركة داخل حالات التفشي الموضعية للفيروس. نعم. بلا شك يمكن الذكاء الاصطناعي يتنبأ بعدد الحالات الجديدة المحتملة حسب المنطقة وأي نوع من أنواع السكان والمعرضين للخطر بشكل أكبر. كما بإمكان استخدام هذا النوع من التكنولوجيا لتحذير المسافرين عن طريق التعرف على الوجوه يسمونهم فيس كوجنيشنز، وعن طريق الطائرات المسيرة فكاميرات ذكية سواء كانت عن طريق الطائرات أو مرفقين بالمجمعات، يمكن يكون لهم دور أساسي في مساعدة تعزيز استراتيجيات التحسين. فعلى سبيل المثال يمكن وجود هناك بعض حلول استخدام التعلم الآلي أو ماشين ليرنينج
تحسين استراتيجيات للتباعد الاجتماعي بين المجتمعات والمدن والبلدان. نعم. نعم الدكتور جاسم حاجي خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين أنيبا سير عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها الإنتاجية رغم جائحة كورونا، وجاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة خلال الاجتماع الفصلي الثاني لأعضاء مجلس الإدارة والذي عقد عن بعد. وهنأ الشيخ دعيج الخليفة جميع العاملين من موظفي الشركة والعمال المقاولين بمناسبة تجاوز 22 مليون ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت لأول مرة في تاريخ الشركة. حقق برنامج تحديث مصفات بابكو إنجازا في مضمار السلامة باستكمال 20 مليون ساعة من العمل الآمن دون وقوع أي إصابة مضيعة للوقت منذ بدء عمليات التنفيذ لهذا المشروع الحيوي قبل 27 شهرا وتحديدا في شهر فبراير لعام 2018. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة بريطانية تطلق تصميمات جديدة تحمي المسافرين من تلقي العدوى بفيروس كورونا. أعلن بنك الإسكان تدشين المرحلة الأولى لمشروع ديرة العيون الذي يقدم حلولاً سكنية مثالية للمواطنين البحرينيين المدرجين ضمن برنامج مزايا والخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان، وذلك اعتباراً من منتصف الشهر الجاري 2020. ويقع مشروع ديرة العيون بمشروع ديار المحرق والذي يعد من أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، ويمتاز المشروع بمحيط عائلي متكامل، وقد تم تصميمه ليلبي متطلبات وتطلعات الأسر البحرينية جنبا إلى جنب مع قربه من المرافق الخدمية والترفيهية وسهولة الوصول إلى السواحل البحرية. حلت 7 شركات بحرينية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020، وجاء الترتيب بالشكل التالي: البنك الأهلي المتحد احتل المركز الأول في البحرين والمرتبة 26 على مستوى الشرق الأوسط. بنك ABC نال المركز الثاني في البحرين والمرتبة 61 على مستوى الشرق الأوسط. مجموعة البركة المصرفية جاءت في المرتبة الثالثة في البحرين والمرتبة 63 على مستوى الشرق الأوسط. بنك البحرين المتحد أو الوطني احتل المركز الرابع في البحرين والمرتبة 71 على مستوى الشرق الأوسط. بنك البحرين والكويت جاء في المركز الخامس على مستوى البحرين والمرتبة 73 على مستوى الشرق الأوسط. شركة ألمنيوم البحرين ألبا احتلت المركز السادس في البحرين والمرتبة 74 على مستوى الشرق الأوسط. شركة بتلكو جاءت في المركز السابع في البحرين والمرتبة 81 على مستوى الشرق الأوسط. أدرجت ناسداك دبي صكوكا بقيمة 200 مليون دولار من قبل مجموعة جي اف اتش المالية، حيث يعد هذا الإدراج هو الثاني للمجموعة في ناسداك دبي بعد إدراجها الأول بقيمة 300 مليون دولار في شهر فبراير من هذا العام. وتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات إدراج الصكوك في دبي حتى الآن 64 مليار و500 مليون دولار، وتبلغ حصة جهاز الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 44%، فيما تعود نسبة 56% منها لجهات إصدار مختلفة من العالم.
والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أطلقت شركة بريطانية تصميمات جديدة لفواصل بين مقاعد الطائرات تمنح المسافرين حماية من تلقي العدوى بفيروس كورونا المستجد. وكان قطاع الطيران المتوقف بشكل شبه تام منذ أكثر من شهرين، ومع ظهور أكثر من فكرة من أجل عودة آمنة للرحلات الجوية في زمن الجائحة، اقترح كثيرون أن تظل مقاعد الوسط فارغة في الطائرة، لكن ذلك سيعني ارتفاعا كبيرا في أسعار التذاكر مستقبلا.